This Torah class is brought to you by TorahAnytime.com. בשם השם נעשה ונצליח, ומתעלם פרשת ויצא. פרשת ויצא, אסמה פרשה סתומה. פרשה סתומה זה וחד בטלע בספר תורה, מה פי ספייס בין פסוקים, ובין פרקים, ובין עניינים. בלעדה בספר תורה בלחומש, בתשוב כל עניין, פי לסופר לביקטו בספר תורה, ביחלי מטרח פאדי, וביבלש עניין ג'דיד, פסוק ג'דיד. פרשת ויצא صعب كتير لما واحد يقرا التوراه يعرف المطرح لما عشان كل פסוקים מלזועים مع بعض شو المعنى تبع פרשת סתומة عم بيقول لنا بوري علام انه قدش ما تجرب تفهم البرشه ما رح تفهم شيء ليش ما رح تفهم شلون يعقوب ابينه شلون غشوا عمه وخاله ما رح تفهم ما رح تفهم شو المعنى تبع الحلم اللي حلمه مع السلام ما رح تفهم العنيان اللي بدل النسوه من غير ما يعطيها حل عطاله هدول الشغلات ما رح نفهمهم לכן בעול בורי עולם, פרשה סתומה, מסקרה לפרשה. בעדת השם, לילה מנשוב כמה עניינים נסעדונה בחייתנה, בנסבה לאמונה טבענה בבורי עולם. מכתוב בפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב אבינו סמע לווסייה טבע אבו אמו, הוא רח לחרן, תרק באר שבע, הוא רח לחרן, שידור על וחד מרה, מתל מה אלו אבו אמו. بعدين احنا بنعرف انه ساوى الحلم تبعه اجا بوري علام جلى عليه وعطاه سلم وشاف ملائخه وهم عولين ويريدين به وبعدين شو مكتوب الباسوك وهنا ادوناي نساب على ويوم جلى عليها قدش برخو شو قال له اني ادوناي الهي ابراهيم ابيخا والهي اسحاق انا الاله تبع ابوك ابراهيم والاله تبع اسحاق הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וזרעיך, לארד אלי אינתי עם תנאם עליה לעתיה לאלק ולנסל טבעק. והנה אנוכי עמך ואנה לחדיר בעלי עליק ואנה דאמן מעק. ושמרתיך בכל אשר תלך ולחדיר בעלי עליק. והשיבותיך אל האדמה הזאת ולחרשעק, מענו אינתי עם תתדק אר ישראל, בזבעת כל פטרה לתאדי הוניק לחרשעק ללבלת טבעק. כי לא העזו בך מה לחתרקק. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, תאנה אנפס כל שיע לי חכית מעק. וידר יעקב נדר למור, פאי יעקב אבינו בסבח הוא חלף, ושואל, סאו הוועד, אם יהיה אלוהים עמדי, איזה בורי עולם בכון מעי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ובמשי מעי בטריעי למשי מעו, משי פי, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ועתני חבז אכול, ועתני בדלי אלבסה, ושבתי בשלום אל בית אבי, וברג'ע אנה בסלאם אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים, ואלה בעדם באחות בורי עולם, ובסאווי לאלי אלילה. והאבן הזאת, ולחג'רה אלי אנה חטאתה מתחת רעסי, אשר שמתי מצבה, הלא אנה בסאוויה, לחג'רה לאולניה תבע בית המקדש. من شان بوري علام امتى اجى بوري علام لعنده بالحلم كان بيت المقدش بجبل هرم موريا يهي بيت الهيم هالحجره الحساويه الحجره الاولانيه تبع بيت بوري علام بخول اشياء تنلي عسر عسرن له وكل شيء اللي تعطيني بعطيك 10% برجع لك اياه يا بوري علام. من اول ما نشوف البسوكيم بنشوف انه عندنا مشكله بالبسوكيم. اجى بوري علام جل عليه ووعده هنا انا اخي عماغ لعدير بالي عليك ولعرجعك لبيت ابوك وكل شيء رح يكون منيح. بيجي يعقوب بينه بالصبح بفيق وبيحلف وبيعطي وعد وبيقول اذا بورع علام رح يكون معي ودار باله علي. بس بورع علام وعدك اوريدي، ليش عم تعيد الكلام؟ شو مالك مصدق كلامه لهالقدش برخو؟ عم تعيد الكلام وتقول اذا بورع علام رح يكون معي ودير بالي علي يدير باله علي. الا اذا احنا بنشوف البسوكيم بنشوف بوري علام حكى معه باسم يود كي واف كي، وهنا ادوناي نتساب عليه بجلى عليه باسم الرحمين يود كي واف كي باسم الحاسد الرحمين. اجا يعقوب ابينه شو قال؟ ام هي الهيم عمادي، انا ما بدي انه هالكدوش برخو يمشي معي بحياتي، انه كل شيء يكون منيح، كل شيء حاسد، كل شيء رحميم، الضوء عم بيضوي، النهار عم بيضوي علي، بدي انا الوكيم، بدي انه هالكدوش برخو يمشيني بالحياه بالوكيم، بالدين، المعنى ربوتاي انه يعقوب ابينه عم بيطلب من هالكدوش برخو بده ايام مره. بده عذاب بحياته، ما بده حياة بلا مشاكل.
יעקב אבינו מה בדו יעיש חייתו בלה משקל. והל מקדמה תבע השיעור תבענה, ليش يعقوب ابينه بده يعيش حياته مع مشاكل اذا كدوش برخو وعده وعطاه حلف له كدوش برخو قال له كل شيء رح يكون منيح رح تروح ما رح يكون عندك مشاكل رح اعطيك مراه رح اعطيك اولاد ما حدا رح يعذبك ترجع لبيت ابوك ليش يعقوب ابينه بيقول لا بدي يكون عندي مشاكل بدي لما اروح هنيك عمي خالي يغشني وبدي يبدلوا لي النسوان وبدي انه خليني اشتغل عنده 20 سنه 14 سنه مشان النسوان و6 سنين مشان الغنم وبدي انه لما ارجع اقابله لعساب وبدي انه عساب بده يموتني وبدي انه ياخذوا لي يوسف وبدي انه راحل تموت وبدي انه ياخذوا لي بنيامين وبدي انزل من مصرايم. حدا بيطلب حدا بيتمنى حياه مثل هي ربوتاي؟ السؤال من الباسوك اللي مكتوبة يتسي يعقوب من بئير شابع ويرخ حرانة. يعقوب أبينه بيترك البلد تبعه وقبل ما يروح لحران قبل ما يروح مشان يدور على واحدة مرة راح على الشيبا تبع شيم وعيبر 14 سنة راح يتعلم توراه هونيك بالشيبا تبع شيم وعيبر 14 سنة. بيقول المصحف معير عيني حخمين بيقول إذا وصاك أبوك وأمك وصوك أنه تروح تدور على واحدة مرة تروح تتجوز سلام عليكم وصوك تروح تتجوز ليش انت اول تروح للشيبات تتعلم توراة 14 سنة؟ سؤال اولاني. سؤال الثاني سلام عليكم سؤال الثاني ما يعقوب ابينه واعد كل حياته بالشيبا مكتوب يعقوب ايش تاني وشيب وهليم يعقوب ابينه عم بيتعلم توراة كل نهار ليش هلا يرد يرجع للشيبا ويتعلم كمان مرة توراة اذا هو بحياته كلها كان قاعد عم يتعلم توراة ردي؟ بيقول مصحف مئير عيني حخامين في علم التوراة اللي تعلمه يعقوب أبينه لما كان عايش مع أبوه وفي علم التوراة اللي يعقوب أبينه لازم يتعلمه هلا لما حيطلع قدام الجويم يطلع بالجالوت يطلع برات البيت. لما هو عايش مع اليهود عايش مع الصديقين في التوراة بيتعلم من هالأخوت اللي لازم يعرف شو يسايب بين الصديقين بين الحخامين بين اليهودين. بس لما يعقوب ابينه هلا عرفان على حاله رح يترك بلده رح يترك عيلته رح يترك الصديقين اب مثل اسحاق ام مثل ربكا امه ما في كدوشا لازم اتعلم هلا توراة جديده. المعنى توراة جديده انه اعرف شلون هلا انا اتعامل مع الناس الجويم اتعامل مع الناس اللي حيخلوني انسى التوراة اللي تعلمتها رح يخلوني اترك بورع علام رح يخلوني برمنان اكفر ببورع علام شو اساوي؟ لأخين راح على الشيبات تبع شيم وعيبر. ربوتاي مين كانوا شيم وعيبر؟ شيم ابنه لنواح وعيبر وعيبر ابنه لشيم. هن عاشوا بالوقت تبع اللي كلهم كانوا عم بيعبدوا عبودا زرا وهن أسسوا يا شيبا اللي بده انه ما يتخربط مع الناس اللي عم بيعبدوا عبودا زرا يجي على الشيبا تبعنا ويتعلم الأطرق شلون ما هو يمشي مع الناس اللي عم بيعبدوا عبودا زرا. بيقول يعقوب ابينه انا هلا رح اروح رح اطلع من بيت ابي رح اروح للجالوت رح اروح قدام الاجانب قدام الناس ما بعرفهم وانا خايف على نفسي التوراة كلها اللي علمني اياها ابي والكدوشاء والرقات شمايم وخوف بورع علام كلها تنكب زباله. لخين بيروح على الشباب تبع شيم وعيبر. الشباب شيم وعيبر هن بيعلموه شلون يتعامل قدام الناس مع الجويم. المعنى ربوتاي انه يعقوب ابينه عم بيزفت الطريق لنسل عام اسرائيل عم بيهير الأرض لعام إسرائيل لما ينزل الجالوت مشان قاوم ميفينا بيقول لما نزل يعقوب أبينه لما ترك البلد تبعه وراح لحاران هي أسس الطريق وهير الطريق لأولاده لما ينزل المصرايم إنه ما يتخربطوا بين المصاروي. لحنا ليش طلعنا من مصرايم؟ ما غيرنا اسمنا ما غيرنا أواعينا ما غيرنا اللغة تبعنا نسوانا ما راحوا مع المصريين مع الجويم. واحدة مرة وبرسمها كاتوب شلون ميت بدي بري واحدة مرة راحت مع واحد جوي مصري مكتوب عليها. بس أما كل عام إسرائيل ما تخربطوا مع الجويم بقوة مين؟ بالكدوشات تبع مين؟ بالكدوشات تبع يعقوب أبينه تبع يعقوب أبينه. لأخين هلا مفهوم
يضحك أبينه وربكة لما قالوا له روح اتجوز، بس بيقول يا عقاب أبينه مع أنه أنا لازم أسمعنه لأبي وإمي روح اتجوز، بس لوم دي اتجوز أنا شلون أروح أتخربط مع الناس إذا ما عندي الأساس التوراة أول تبع لي شباب تبع شيم وعيبل. لكنه سمع لهم كلام أبوه وإمه، مو أنه ما سمع لهم كلامه، سمع لهم كلام أبوه وإمه، راح أتعلم توراة أول، عارف شلون أتعامل مع الناس، بعدين راح يتجوز. هون مكتوب المصحف وبحرتاب حييم هو بيسأل نفس السؤال تبعنا وبيقول شمعتي من هالراب نسيم يا جين قال هذا الشلوم زيخل صديق بكادوش تبراخة انه قال له انه كل واحد عنده مرتين نسوانين شو بيقولوها بالعربي اثنين نسوان عنده مرة فيزيكال وعنده مرة روحاني عنده مرة مرته وعنده مرة تانية اللي هي التوراة. التوراة هي اسمها إيش تحايل ميمسا حايل عددا جيماتريا 48. التوراة بتقدر انت تشتريها تتعلمها ب 48 طريقة. افتحوا مشناب مسخة عبود بتقلك شلون تتعلم التوراة ب 48 طريقة. مثل ما عندك المرة لازم تحافظ عليها هي مرتك وتدير بالك عليها وتعطيها أكل وشرب وتدير بالك عليها، لازم كمان دير بالك على التوراة كدوشا. اجا واحد ابريخ بيتعلم الشباب لعند الحاخام قال له حاخام مرتي لا تطبخ ما بتطبخ ولا بتكنس ولا بتساوي اللوندري ولا بتغسل ولا بتساوي شيء ولا بتكوي الاواعي. حاخام شو المرأة اللي جوزتها؟ بيقول له الحاخام الرجال انت بتتعلم الكوليل كل نهار صح؟ تعرف شو مشكلتك انت؟ الدوام تبع الكوليل ببلش ساعة 9، بس انت اي ساعة بتفوت على الكوليل؟ بعد ما تشرب السيجارة تبعك وتساوي التكس مسج تبعك وتشرب القهوة تبعك وتحكي مع الناس برات اليشيبا، بتفوت على اليشيبا 9:30 بل ما تقعد وتغير حالك وتجهز حالك وتفتح المصحف. هي اذا ما حكيت كان حديث مع زلمة قدامك بيكون وقت 10:15 اجا وقت تاكل، تجي بتاكل كم شغله، بيجي اوريدي الساعه 12 بتقول اه اوريدي ما تعلم توراه هلا لازم اروح اتغدى، بتروح تتغدى، بعد ما تتغدى بتقول اجا وقت منحه، بتروح تصلي منحه، بعد ما تخلص المنحه تقول يلا بتعلم كم شيء، بيجي بيقول اه وقت عربيت، وقت عربيت بتروح تصلي عربيت، ترجع للشباب بتطلع بساعتك، بعد ما حكيت كم حديث بتقول اه اجا وقت نروح على البيت. واذا انت عم تعامل التوراه بتعطي التوراة الوقت اللي لازم تعطيها الروحاني، المرة الروحاني تبعك، لكن المرة الفيزيكال تبعك مرتك هي بتحافظ عليك بتدير بالها عليك هي بتسمع لك كلمة. بس إذا واحد البر منان بيجي على الشعور وما بيسمع الشعور وبالزور من غير ما يكون شعور ساعة بيقضي مع حديث لهون لهون ومع نكتة من هون لهون ومع تكس مسج لهون لهون عم يطلع على تلفونه كل 4 دقايق بخين بيقول عندي مشاكل شالوم بايت، مش انت ما عم تعطي الشالوم للبايت تبعك للملا تبعك للتورا كدوشا. اذا بتحافظ على التورا كدوشا لخين لازم تعرف انه مرتك هي بتدير بالها عليك وعندكم شالوم بايت مع بعض. لخين يا عقب ابينه شو قال؟ انا هلا رح اروح واتجوز وحده مرة بوصيه ابي وامي، بس قبل ما اروح اتجوز وحده مرة لازم اتجوز التوراة كدوشا، لازم اعرف انا شلون معنى انه واحد يحط على كتافه الحمل تبع التوراة كدوشا. بعد ما اتجوز التوراة كدوشا بعدين بقدر اتعلم انا التوراة ومثل ما قال لي ابي وامي. مكتوب بالمصحف مجلي عموكوت ربوتاي ويتسير شتبوت ويار يعقوب تصورات الف، شاف يعقوب أبينه حرف ألف قدام عيونه دايما. الحرف ألف ربوتاي شو هو الحرف الألف؟ حرف ألف صح مو متل مو بس إيمت، لخين من قلت تنقيمت ليعقوب صح. ألف هو ألفوش العلام، ألف يعني الوحيد، واحد مين الوحيد تبع العلام؟ اشتبح شمول عاد العلمين هكذاش برخو، هكذاش برخو هو الوحيد. يعقوب أبينه ربوتاي كل يومه كل حياته كان دائما يتصور بوري علام قدام عيونه. إذا واحد بتصور بوري علام دائما قدام عيونه شفيتي أدوناي لنجدي تاميد شو كمالة الباسوك؟ كي ميميني بل اموت، ما بساوي مشاكل ما بساوي عبيرو. إذا بوري علام دائما قدام عيوني معقولة أساوي عبيرو؟ إذا بعرف إن بوري عم يتطلع علي عم يشوف كل شيء أنا عم كل حركة أنا عم بساويها.
وهلا مفهوم ربوتاي الباسوك بغير معنى. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב אבינו طلع من באר שבע. באר שבע מפסרה מו בס البلد באר שבע, שבע سبع يعني سبع شبعان برخاء في خير اليوم عم بيضوي علي كل شيء منيح بحياتي. طلع يعقوب ابنه من بيت ابوه اللي كل شيء منيح ببيت ابوه. اوكي عندك عساب بده يقتله, بس عساب قال بستنى ليصحاك تا يتوفى بعدين بيقتله لاخي, بس قال له كل شيء منيح بحياته, ترك كل شيء ولوين راح؟ فيلي حرانا, كلمة حرامة كلمة حارون اف غضب, بده يترك هلا الضو بحياته ويروح للغضب. بده انه بورع عالم ما عاد يضوي عليه النهار تبعه, بده هو اصلا بده انه بورع عالم يعامله بالدين, بده انه بورع عالم يعامله بساوي, بده انه بورع عالم يعامله بالعتمه. ليش؟ من شان في مدراج برشيت ربا بيقول, مدراج برشيت ربا ويفقع بمكم ביקש לעבור, נעשה העולם כולו כמין קוטל לפניו. יעקב אבינו תלק באר שבע, דרגו לחרן. בעדין הוא ווסל לחרן, אל, מעולה, אנא, מראית ירושלים, ומה סלט במטרח לצלו אבאתי, דו ירגע כאן לירושלים, הקדוש ברוך הוא ג'בנו ירושלים, ליעקב אבינו. מכתוב ויפגע במקום. בדו יתחרק, שפחת דמושו. מה בדו יתחרק? שו סאווה? מכתוב בפסוק, וילן שם כי בא השמש, בורא עולם חלה לשמש תגיב אבל וואת. ליש? מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, חלה שמש תגיב מו במטרחה מו בועתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנעה, מנשן הקדוש ברוך הוא בדו יחקי מה יעקב מהו הוא לוחדו, וואן און וואן. משל לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, מסל מתל סחבו למלך, למלך בחבו כתיר, בש ביג'י ביזורו למלך פטרה אה פטרה לא פטרה אה פטרה לא. אמר המלך למה בלאחר איג'ה לענדו פטרה וחדה, אמר המלך איג'ה למלך כיבו את הנרות, תפו שמע, כיבו את הפנסים, אלפנוס, תפו, מה בדידו? ליש? שאני מבקש לדבר עם אוהבי בשנעה, די אחקי אנויה לווחדנע, מה חד ישופנע. כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, נפס השיע הקדוש ברוך חלה השמס תגיב מטרחה מבועתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בשנעה, שאני אחקי מע יעקב אבינו לווחדו. יעני ליש בימרו עלינו איים עתמי רבותיי? من شان الكدوش برخو بده يحكي معنا لحالنا لوحدنا. المشكلة انه بوري علام اذا بيمشي معنا بوري علام انه كل نهار بحياتنا يكون منيح, كل شي داوي, في برنسة, في شلون بايت, ما عاد بتشوفه للإنسان, الإنسان ما عاد بيسمعه الكدوش برخو, الإنسان ما بيصلي اذا كل شي ماشي بحياته. شو بيساوي الكدوش برخو؟ بيخلي الشمس تغيب مو بوقتها, بيجيب له عتمة للزلمة, لما يجيب له العتمة للزلمة بعدين بيتذكر الزلمة يروح يصلي لها كدوش برخو. وين شفناها هاي؟ بالبراشات تبعنا. راحيل منه ما كان يجيب أولاد, لآي منه ما كان يجيب أولاد. ليش؟ مكتوب بالجمرة הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. הקדוש ברוך הוא בחב ישמע סוטון לצדיקים. בחלי שמס דגיב قبل الوقت, من شان الكدوش برخو بده اياك تحكي معه بالعتمه تبع حياتك. شفتوا ربوتاي ليش يعقوب ابيه طلب من الكدوش برخو ما تمشي معي بالحياه مثل يود كي واف كي, ما تمشي معي كل شيء منيح بحياتي, اذا كل شيء منيح بحياتي لحنساك يا الكدوش برخو. انا عم بروح على شيء بات تبع شيء معبر, اتعلم 14 سنه هونيك اصلا عشان اعرف شلون اتعامل مع القويم عشان ما انساك يا الكدوش برخو. لكن امي الهيم عمادي بدي اياك انت تكون معي بالاساوي, عطيني ايام مره, عطيني ايام اسود بحياتي, لما بدي بهالطريقه التزم معك يا بورع علم اكثر واكثر. بس احنا بنعرف انه واحد بحياته ما بتمشي حياته مثل ما هو بده, هو
عنده صورة بمخه شلون بده الحياة، بده يتجوز، يجيب 5 أولاد، يكون عنده بناسة منيحة، بيت حلو وكبير. بس نحن بنعرف انه الحياة ما بتمشي مثل الصورة اللي انت صورتها بمخك. في ناس ما بتجوزوا، في ناس ما عندهم مصاري، في ناس ما عندهم مصاري يدفعوا فواتير. وين الصورة اللي انت حاطتها بمخك؟ ليش هيك بيساوي معنا كدوش برخو؟ ليش كدوش برخو ما بيخلينا لحنا نعيش الامل اللي احنا بدنا، نعيش الصورة اللي حطنا بمخنا؟ عشان بيعرفك كدوش برخو، اذا كل شيء لح يمشي مثل الصورة اللي انت بتخيلها بمخك، ما عاد لح اسمع صوتك. اوقات بعطيك مشاكل بحياتك، واكتر من اوقات بعطيك مشاكل بحياتك عشان اسمع صوتك. ولازم تعرف بالثانية اللي بإيمان بسمع صوتك وبتعرف انه انت وبتشهد انه انا عم بعطيك المشاكل، بطلعك من كل الضيقة تبعك. وعد لي يعقوب أبينه بيقول له بإني أنا خي عماخ، بوعدك يعقوب أنا معك دايما وشمرتيخة بخول أشياء تليخ، وبدير بالي عليك بكل شيء اللي بالطريق اللي انت ماشي بحياتك. يعقوب أبينه هلا أي طفلة أسس ربوتاي؟ تفيلات عربيت. بيقول مصحف تورات حييم، ليش يعقوب أبينه أسس تفيلات عربيت؟ مشان الشمس غابت مو بمحلها مو بوقتها. فكر يعقوب أبينه عندي وقت أصلي منحة، بس لما شاف إنه روح عليه وقت منحة، شو لازم يساوي الزلمة اللي روح عليه وقت منحة؟ بيصلي عربيت مرتين. لازم يأسس تفيلات جديدة من شان يصليها، وبعدين وراها يصلي من حق اللي روح عليه. لكن أسس عربيت من شان يصلي من حق مرتين. شو متعلم من أهل العلم تبع يعقوب أبينه؟ إنه أوقات العتمة بحياتك بتخليك تساوي شغلة جديدة. إذا ما كان في عنده عتمة بحياته يعقوب، ما كان عنا اليوم تفيلات عربيت. دافكة العتمة اللي غابت الشمس مو محلها مو وقتها، خليت له يعقوب أبينه يطلع شغلة جديدة بحياته. شو هي؟ تفيلات عربيت. بورع علم بده شغلة منك، عم بيطلب شغلة منك. لحنا ما بنعرف شو هي، بس بالوقت اللي انت بتصلي له، بالضيقة تبعك، بالعتمة تبعك، بيشوفك انه عم تصلي له، بيطلعك كدوش برخو، بتسال حتى اللي بيطلعك كدوش برخو من الضيقة تبعك. امين. بس كمان مو كل شيء بيمشي بالطريقة اللي احنا بدنا. ومين مثل يعقوب أبينه اللي تعذب بحياته بكل مشاكله؟ اول مشكلة اللي اجت بحياته عمه، خاله لابان هارمي. لابان ما له مكتوب عليه لابان هرشاع، لابان هارمي العونطجي. ليش كان عونطجي؟ من شان طلع شغلات جديدة من راسه. شلون يخليه ليعقوب أبينه؟ ليعقوب أبينه كان بس بده يشتغل من شان نسوان ويرجع لبيته. خلاه يشتغل لابان ليعقوب أبينه كمان 6 سنين، ولما رجع البيت ربكاء إيمان وتوفيت، ما شاف أمه بسبب لابان أرمي العونطجي. شوفوا ربوتاي أي طريقة فكر فيها لابان من شان ينزله ليعقوب أبينه. منبلش، بيجي يعقوب أبينه لحران، بيقابله لابان أرمي، بيطلع بيركض لعنده. ولابان عمره أكثر من 100 سنة ربوتاي، بيركض لعنده لما فكر انه عنده مصاري. بيركض لعنده بيحبك له، بيعانقه، بيقول وين مصرياته؟ ما عنده مصاري. بيجي بيبوسه، شلون بيبوسه؟ بيدور جوات اسنانه اذا عنده اسنان من ذهب مشان ياخد اسنان من ذهب يبيعهم باسم مصاري. شاف انه ما عنده شيء، أرشوات زلمة اللي عايزر اللي بيكون الخدام تبع أبراهام، إجا مع كاسف وذهب وعطار ربكاء أمه ليعقوب بصاري وصيغة وألماس. وين هذا يعقوب؟ ما عنده شيء. بس قال ينوات يلا من فوته لعنا، يمكن بيطلع منه ليعقوب شيء. يعقوب لما شاف رحيل أمينه قالت له رحيل أنت مالك عرفان شو لوين فتت؟ أنت فتت لبيت واحد عونتج كبير. قال له يعقوب أبينه
إذا أبوك عوانتجي أنا عوانتجي أكبر منه ما بيعرفني لسه خليني أفرجيك شو رح أنا أساوي مع أبوك ولح يندم اليوم اللي أنا فتت لعنده على البيت ما شالي ما هذا برضو من مثال مثال اثنين حرامية اللي ماشيين بالطريق وكل واحد بيكون أشطر من الثاني واحد بيقول له للحرامي الثاني بيقول له أنا حرامي أكبر منك بيقول له إيش لون بيقول له شايفه على السجرة في عصفور شوف شلون أنا بدي أطلع فوق على السجرة أخذ له ريشة من العصفور من غير ما يحس العصفور قال له خبود طلع لفوق على السجرة أخذ له ريشة للعصفور ونزل طلع برفيه وقال له ها مقلت لك أنه أنا حرامي أكبر منك وما حدا بيكمشني قال له أنا حرامي أكبر منك قال له شلون قال له خذ الريشة اللي أنت نزلتها حطها بجيبتك وخليني أنا أطلع لفوق إجا زلمة بدي حط الريشة بجيبته شاف إنه ما عنده بنطلون قال له صاحبه شفت أنت لما طلعت على السجرة من غير ما تحس أنا نزلت لك البنطلون وما عندك لا بنطلون وما جيب هيك عكوب أبينه بيقول له لراحيل بيقول له لابانا أرمي أبوك مفكر إنه هو حرامي خليني أنا أفرجيه إنه أنا حرامي أكبر منه شوفوا ربوتاي هلأ قديش شلون منبلش ومنشوف كم مرة جرب يغشه لابانا أرمي له يعقوب أبينه بيجي يعقوب أبينه قاعد بيت لابان وعم بيشتغل بلاش عشان أول لابان شو قال له يلا أنت ابن أختي يلا عود معي اشتغل ها ساعدني إجا بعد ما شافه أنه عم يشتغل عنده بلاش قال له لا 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 ما حلوة أنه أنت عم تشتغل عندي بلاش قال لي شو بدك الإجرة تبعك وبعطيك ما حلوة أنه تقعد تشتغل عندي بلاش ربوتاي شو لابانها أرمي بلش يصير هلا خير كم سان ويب خيل ميت على الدنيا هلا صار خير قال لي أدش بدك وأنا بعطيك إلا لابان شو قال يعقوب أبينه عم بيدير باله على الغنم تبعي هو هلا الشومير حنام شومير حنام ربوتاي اذا انت وكلت واحد لعندك حارس عم يدير باله على بيتك وما بياخد اجرة شو ما صار من البيت ان شاء الله سرقوه ان شاء الله اخذوا منه الشغلات هو ما له ملحق عليه لما ما عم تعطي اجرة للزلمة شومير حنام باتور من كل شيء اما اذا عم تدفع له مصاري للزلمة وصار شيء بالبضاعة تبعك ببيتك من مسؤول الزلمة الحارس اللي حطيته وكلته على البيت عطيته شومير سخار عطيته اجرة فيها اجا لابان شو قال لابان قال هلا هاد يا عقوب عبينه قاعد هون كشومير حنام عم اشتغل بلاش واذا صار شيء مع الغنم تبعي بيقول له يا عقوب وين الغنم بيقول لي يا عقوب اي غنم انا ماني مسؤول على غنم انا شومير حنام احسن شيء سوء اساوي له اساوي شومير سخار اعطي اجرة اي غنمة بتضيع بحط الحق على مين على يعقوب أبينه بس احنا نعرف 20 سنة قاعد يعقوب أبينه عند لابان ولا غنمة راحت واذا غنمة راحت بيقول يعقوب انا بعطيك اجرة لابان على الغنمة اللي راحت مياديتة بكشينة انا اخي حاطينا مياديتة بكشينة جنوبتي وجنوبتي بالليلة كل غنم اللي كان يغيب من غير بلاد شو يقولوا له يعقوب انت اخذتها انت سرقتها وكان يعقوب أبينه يدفع له مصاري يعقوب أبينه كان أمين يا شار قدش ما جرب لابان أرمين نزله ليعقوب أبينه إجا يعقوب أبينه كان أشطر وأفهم من لابان أرمين عمه خاله إجا بيقول له لابان أرمين ليعقوب أي أجرة بدك بيقول له بدي أنا أشتغل من شان راحيل بتخا هكتنا بدي أشتغل من شان راحيل بنتك الصغيرة بيجي راشي بيقول ليش يقول له رحيل بنتك الصغيرة من شان يعقوب قال إذا رح يقول له لابان بدي أشتغل مشان رحيل بيجي بيعطيني رحيل تانية بيقول له أم أنت قلت رحيل بيقول له بدي رحيل بنتك بيقول له عندي أكثر من واحدة بنت رحيل اسمها لكن بيقول له بدي بنتك رحيل صغيرة هيك ما تسوي لي مشاكل رحيل بتخاكتنا ربوتاي حزيرة كان سنة اشتغل يعقوب أبينه من شان لقى إيمانه غلط ولا سنة يعقوب أبينه كل الهدف تبعه كان يشتغل مشان رحيل هو ما اشتغل مشان لقى أبدا
كل حياته احنا متعودين شو نقول سبعة لما عشان هو اشتغل بالاخر وعطولي اه هو كل هدف تبعه كان اشتغل بس من شان راحيل شو شو ساوى هلا اشتغل سبع سنين هلا بدلوا له النسوان عطولي اه اجا قال له لابان ليشك ساويت معي قال له طب بعد شيء ببرا اخوه تبع لي اه اشتغل استنى جمعة واحدة عطوا راحيل وهلا قال له لابان مشان عطيتك راحيل اشتغل معي كمان سبع سنين اشتغل معه كمان سبع سنين صاروا 14 سنة بعدين بعد 14 سنة قال له وين بدك تروح هلا من يوم ما جيت لعندي على البلد عندي براخة كان عندي بس بنات جيت انت على البلد عندي صبيان وين بدك تروح لا ما في تروح شو بدي اساوي هلا اقعد معي كمان ست سنين خلاه يشتغل عنده كمان ست سنين بسخة كل اشتغل 20 سنة وكم شهر للابان عونطجي اذا كان يعقوب ابينه رضي بالوعد اللي قال له بوري علام انا اخي اماخ بيني اظناي نتساب علاب لا عنده لا مشكلة لابان ولا مشكلة راحيل وما عنده مشكلة لقاه اما يعقوب ابينه قال اذا انا ما بطلب منها قدوش برخو الايام الحوشيخ العتمة ولا بحياتي أفكر أنه أنا بقدر أكون مربوط مع كادوش بارخو ربوتاي الوقت اللي هكادوش بارخو بده إياك تكون مربوط لإله أكتر شيء هو بالعتمة هو بالعربيت بعربيت شو منقول إيمت وإيمونا كل زوت بالشحريت شو منقول ذياتسي بن أخون وكيام بالشحريت لما كل شيء ضاوي لما بتشوف كل شيء شو بتقول إيمت ذياتسي بن أخون وكيام صح كل شيء اللي بيساوي معنا بوري علام beautiful very good أما بالليل لما ما تشوفه لكادوش بارخو شو بتقول إيمت وإيمونا كل زوت أنا ماني شايفه لكادوش بارخو بس بآمن فيه لكادوش بارخو إنه كل شيء اللي عم بيساوي معي بحياتي كل شيء هو لمنيح بيجي يعقوب أبينه بيقول له لابان بيشتغل سبع سنين لبنتك راحل بيقول له yes good I'll take it ربوتاي وين البارجن ليش ما لما يعقوب قال له سبعة قال له لابان عشرة تا ينزلوا بعدين تسعة لا ثمانية لا سبعة ونص بالآخر سبعة دغري لا يعقوب قال له سبعة سنين دغري لابان قال له أوكي جود ليش ما تشارطوا إلا أنت تتشارط على مع الزلمة على البضاعة لما ناوي أنت تدفع ما بدك تدفع المبلغ العالي لخيم تنزله مشان تدفع المبلغ الواطي لابان ما نوم مستعد انه يدفع ابدا شيء لكن لما قال له يعقوب سبعة ان شاء الله قال له يعقوب سنة بيقول له لابان اوكي لما بين هيك وبين هيك ما ناوي يعطي رحيل anyway سأقول له قدش ما بدك اشتغل anyway بالاخر نهار ما لح اعطيك اللي بدك anyway شفتوا ربوتا قدش كان عونتجي لابان ارمي فشو بيساوي لابان ارمي بينادي لكل الناس تبع البلد وبيساوي حفلة كبيرة بيجي بجمعهم بيقول لهم اسمعوا ربوتاي تعرفوا انتو انه انا عندي السر دي قلكن يا بس خايف ما تروحوا تقلوا له ليعقوب السر لا 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 شو السر تبعك ما منقله انا ما مآمن ولا واحد منكم كل واحد منكم يعطيني بدلة يعطيني مصاري كرعبون انه ولا واحد بيدز وبيقول السيكريت بيقول السر ليعقوب ابينه كل واحد شو بيساوي بيعطيه لابان ارمي بيعطوه مصاري وبيعطوه اواعي شو لابان بيساوي بيروح بيبيع كل الاواعي مشان يشيب المصاري مشان يدفع مشان العرس بيجي بيقول لهم انا عندي السر تعرفوا انتو انه من يوم اللي اجا يعقوب لهون عنا برخا كان والمي طلعت من البير لحالها وما عنا خير أكتر من يعقوب ومشكلة إذا يعقوب لح يتجوز بنتي راحيل ودغري يرجع لبيت أبوه كل الخير لح يوقف شو بدنا نساوي بيقول له إيه شو بدنا نساوي مشكلة كبيرة بيقول لهم أنا بالليل اسمعوا شو لح أساوي لح أبدل النسوان وهو إجا لهون بس من شان ياخذ راحيل أنا ببدل النسوان بعطيه لقى بجبره إنه يشتغل كمان سبع سنين من شان راحيل هيك كسبنا شو ربوتاي كمان سبع سنين برخاء هو فات يعقوب أبينه وطفوا كل الأضوية إجا يعقوب قال ها وين الأضوية قال له هيك من هاك تبعنا من هاك تبعنا إحنا متجوز بالعتمة بيقول بنش حاي ليش ما شعل الأضوية يا عقوب بيقول كانت ليل شبات ليل شبات يا عقوب أبينه ما بدي يشعل الأضوية شلون بدي يشعل الأضوية يوم شبات لكن عتمة عتمة
طول الوقت هن شو عم بيقولوا له؟ هيلئا 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 هيلئا. مفكر يا عقربين وعم بيغنوا هالغنيه تبعهم هيلئا لئا. بالصبح لما شاف انه لئا اجى لعند الناس قال لهم ليش ما قلتوا لي انه هيلئا؟ قالوا له احنا قلنا لك بالليل هيلئا هيلئا. قالوا واه انا فكرت من كتر ما غشيم كان حظيت يعاقب ابينه ما بيعرف انه عالم في عالم كل قد عوان تجيب العلام. فكر انه هي لاخر نيه. طلعت انه هي اللي عم بيقولوا له دير بالك يا عقاب ليلي 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 عم بيقولوا له هي عم بيغلطوا اكزاكتلي. قالوا له يا عقاب اكزاكتلي ايه دير بالك يا عقاب. سربوتها شوفوا شو صار هلا. بيجي يعقوب ابينه بيقول له للابان هروب لحيل عبادتي عماخ ولا مر ميتاني. ليش غشيتني لابان؟ انت بتعرف انه انا اشتغلت هون بس مشان رحيل. ليش غشيتني؟ شو بيقول له لابان ارمي له يعقوب؟ بيقول له اكسيوز مي اكسيوز مي انت عم تحكي معي على الغش؟ ليش انت ما غشيته لاخوك عساف لما اخذت منه البخورة والبراخوت وانت عم تحكي معي على الغش؟ حبيبي لحنا المنهاك تبعنا هون ما منجوز الصغيرة إذا الكبيرة ما تجوزت أول. جوزتك الكبيرة هلا اشتغل معي كمان 7 سنين وبعطيك الصغيرة. ربوتاي لما إجا يعقوب أبينه قال له للئا قال له ليش ما قلتيلي بنص الليل إنه أنت راح أنت أنت لئا خليتيني أفكرك إنه أنت رحيل. قالت له يا لئا أمينه ليعقوب شغلة حلوة كتير. قالت له تعرف انت انه المنهاج بالعيلة تبعنا انه الكبير بيتجوز الكبيرة والصغير بيتجوز الصغيرة. انت لما اخذت البخورة من اخوك عساف صرت انت البكر صرت انت الكبير ولازم تتجوزني انا. لكن ما قلت لك انه انا راح لما انا فكرت كل الوقت انه انت لازم تتجوزني. يقالت ربوتاي شفتوا شل هدول عم بعطيكم أسرار بالمدراشين بالجماريوت. هيك ربوتاي مرقوا كمان 7 سنين ومرقوا 6 سنين وبيجي يعقوب أبينه بيقول لازم أنا أهرب. بنص الليل بينادي لحيل ولقاه للحقلة بيقول لهم أنا لازم أهرب وأرجع على البيت. وشو رح حيل أمينه بتساوي؟ تسرق الأصنام تبع أبوها لابان. ما عاد بده أبوها لابان يعبد الأصنام. لابان أرمي بفيق بالصبح وبيشوف ما في أصنام وبيلحقه ليعقوب أبينه بيقول له ليش سرقت الإله تبعي؟ شوفوا ربوتاي المسكين هذا الحمر شو عم بيآمن بإله اللي بنسرق. لا شو بيقول له؟ لما جنبت قلت له هاي ليش سرقت الإله تبعي؟ واحد بيآمن بإله اللي بنسرق ما اسمه إله؟ كل قد كان حمر هذا لابان أرمي. بس شو صار؟ بيجي يعقوب أبينه من كل عذاب يتعذب على إيد لابان. بس هو الطلب من بوري علام العذاب ما عصب على لابان. شو قال له؟ قال له شو ذنبي عم تلحقني؟ ما بيكفي أنا اشتغلت عندك 14 سنة للبنات و6 سنين للغنم وعم تجي لعندك لعندي شو ذنبي عم تلحقني؟ واحد تاني شو؟ بيسبه وبيسب عيلته وبيسب الأبوه اللي إجا لعنده يعقوب أبينه ضل ساكت ما بيفتح تمه. لما عشان هو يعقوب أبينه هو اللي طلب من بوري علم الحياة الآسية. ربوتاي كان في قصة بإسرائيل مع الجاون ربي حييم يوسف حييم زوننفلد. ربي يوسف حييم زوننفلد مرة اجا واحد عنده لبيت دين هو كتب له بساك انه هو حياة بيدفع له لفلان ابن فلان مصاري. اجا لعنده هاد الزلمة قال له حخام يمكن انت خربطت بالبساك الحلقات تبعك. قال ما خربطت. طب اجا لعنده تاني نهار قال له حخام يمكن عيد البساك الحلقات نطلع بالورقة كمان مرة يمكن عيد البساك. قال له الحخام يا ابني انا ما خربطت انا كتبت انه انت لازم تدفع له فلان ابن فلان مصاري. قال له حخام اذا انت ما بتغير الحلقات هلا بكسر لك كل شبابيك البيت. بيقول له ايه؟ لح تكسر لي شبابيك البيت؟ وبتعرف انا شو رح اساوي؟ بيقول له الحخام. بيقول له شو؟ بيقول له بجيب واحد بصلحهم. هو شو بده يسمع؟ بده يسمع انه الحخام بيقول له بحطك بحرم بحطك بحرم وعيلتك بحرم وبيعصب عليه. بيقول الحخام طب 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 اوكي 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 بدك تكسر الشبابيك تبعي بجيب واحد بصلح الشبابيك.
شو المشكلة؟ هيك يعقوب أبينه، يعقوب أبينه مع كل العذاب اللي عم بيمروا عليه، هادي لما أنا طلبت من أكادوش برخول أيام العتمة. ربوتاي מכתוב בפסוק, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אני בכון מעק ובדיר בלי עליך בכל הטריק לאנת מאשי פי. למה ואחד יערף אינו הקדוש ברוך הוא מאשי מעו בחייתו, בלאיים אל מרה, בלאיים אל זעל, בלאיים אל דאווי, בלאיים אל פרח. هي احلى هبتاحة بحياة الانسان. You got pulled over, but you have to know that is a shame pulling you over. بوري عولان بالسيارة كان مو شرطي ولا شيء، ما بتفرق. هي هكادوش بارخو عم بيعطيك انذار، عم بيحكي معك هكادوش بارخو. بوري عولان ها؟ شفت؟ شفت؟ هكادوش بارخو بده يحكي معك، عم بيقول لك انا سويتها هي قصدا معك مش انا علمك شغلة. لازم نعرف كلال، لازم نعرف شغلة عظيمة. كل مرة ربوتاي اللي احنا عم نضايا، بوري علام عم يضايا معنا. بوري علام لما يحطنا بالمشكلة بالعذاب عم بيقول انا ما بدي احطك بالمشكلة بالعذاب، بس شو اساوي؟ انت ما عم تفي على حالك، ما عم تغير نفسك، ما عم تغير اعمالك، لازم تفي على حالك. مكتوب في قصة من 150 سنة ببرسك، ساول يهوديم عراضة ضد واحد محلل شبات، كان يفتح محله بمشبات بمشرمح، اجى اليهوديم بدهم يحطوا له هذا الزلمه بحارم، ساو عراضة. هلا الحكومة شافت انه اليهوديم عم بيساووا عراضة، وعرفوا متى ما بلشت عراضة واحدة خلص رح يسكروا كل البلد وما عاد يدفعوا تكسات ويساووا انقلاب. لا 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 لا، شو ساووا؟ اخذوا رئيس الطائفة، اخذوا رئيس الكوميونيتي، حطوه بالسجن. هلا خلينا نشوف شلون اليهود رح يساووا عرادة من غير ما يكون عندهم بلا رئيس الطائفة تبعهم. هو رئيس الطائفة الكوميونيتي قاعد بالسجن، فتحوا الأوش، فتحوا السجن، ومين فوتوا؟ فوتوا الحاخام تبع البلد. لما فوتوا الحاخام تبع البلد، رئيس الطائفة مبسوط وعم بتضحك، بقول خباك يا مدرب، تفضل حاخام. الحاخام اللي عم تمارس علي، اتفضل لوين؟ اتفضل اتفضل، شو عندك؟ مساوينا قهوه؟ شو مساوينا انت؟ اتفضل لوين؟ اتفضل على السجن، وين فتنا احنا؟ قال له بتعرفش انا مبسوط. هلا انا فهمت الباسوك لما يقول الباسوك باخد سرتام لو صار بكل دقيقه اللي احنا قاعدين فيها، لو صار لمين عم بتضايق اكثر منا؟ بوري علام. حخام تعرفش انا مبسوط اشوفك؟ ما بكفي العذاب اللي انا قاعد فيه، هلا انا شفتك انه انت جاي معي بتخفف لي العذاب تبعي. صارت ربي محادثين حما، لما تشوف انه واحد تاني مثلك عم يتعذب مثلك، العذاب تبعك بخف شوي. بوري علام بيقول بخل سرى تام لو تسال، لازم تعرف بكل دقيقة اللي كان يعقوب بينه مرة عليه، لو كانت لابان، لو كانت عساب متمئنة بقلت الشعور، لو كانت رحيل، بنيامين، يوسف، شيخيم وحامور، بيوس مصرايم، برعو، هكادوش برخو معه ليعقوب بينه بكل الطريق. آخر البراشة شو مكتوب؟ بياشوب لابان لمكومو ويعقوب هل آخ لدركو. لابان رجع لبيته، يعقوب أبينو ضل ماشي يرجع لأير إسرائيل. بيقول الحخامين بالمدراش ربوتاي، لما لابان رجع على بيته شاف بيته كله مخروب. لما هو عم بيلحقوا ليعقوب اجوا حرامية يسرقوا له كل الشغلات اللي هو سرق منهم بالحفلة بالعرس، وكان المنهاج تبعهم وين يحطوا يطمروا حل كل مصاري تحت الأرض، تحت الحيطان، تحت البلاط. هن قالوا لحنا ندله كل بيته، ناخذ كل الصيغة تبعنا. سو ما بيكفي انه ما قدر لابان أرمين نزله ليعقوب أبينه، بس كمان كل أموال تبعه رجع فاضي مثل ما بلاش. لازم واحد يعرف إذا أنت مفكر انه واحد بيقدر يأذيك، فترجع له على راسه لهذا الزلمة اللي عم بجرب يأذيك. ولا واحد بيقدر يأذيك، مشان مكتوب فيني أنوخي عماخ وشمرتيخة بخول أشير تليخ، بدير بالي عليك بكل الطريق اللي انت ماشي فيه. وبهي منخلص. كان التاريخ May 26 1999، أربع شباب
بالهاي سكول اخر سنه الهاي سكول بالفرصه تبع الغداء طلعوا منشان يساووا دوره بسياره واحد من اصحاب من امه سياره امه تبع واحد من اصحاب صار عندنا هلا واحد عم بيسوق السياره واحد قاعد قدامه واثنين ورا هنين بالفرصه مروا قدام السنتر وداروا الدوره منشان يروحوا من اوشن بارك واي يروحوا لايست 7 وما يلاقوا غير طخ خبطة كبيرة ما نو عارفانين شو صار تا زلمة اللي عم بيسوق السيارة طلع بزلمة اللي قاعد قدامه وعم بيصرخ وعم بيقول كلك دم كلك إزاز شو عم بيصير لك دغري أخدوهم الأربعة للكوني آيلاند هاسبيتال وزلمة اللي فات فيهم كان راكب على الموتور مأسرع بالسرعة 120 وفات فيهم ومات دغري وأخدوهم هنين على الكوني آيلاند هاسبيتال اللي كان قاعد هو قدام الزلمة اللي عم بيسوق فات على الباثروم على الحمام على التواليت تبع كون اند هاسبرو يشلح اواعيه كل اواعيه ملانين ازاز كل شعره ازاز بالودان بالانف كله 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 ازاز وبعدين هو بلش يفكر لحاله شو انا طلبت من بورع علام لما كنت بالسياره لما هو كان بالسياره ما عرفيه قبل ما داروا الدوره كان عنده كزلوك جديد واللي عنده كزلوك بروخ الشيم هون عندكم كذلك مو مثل هلا بنقتلون القصة ولا واحد كان عنده كزلوك غيري أنا واحد تاني بروخ الشيم هون نص الأهل عندهم كذلك واحد اللي بيلك إيه لذلك اخترعوا الكذلك لما إيه عوينات كان عنده كزلوك جديد وكان ضيع على هون واحد يشتري كزلوك جديد ضيع على على ودانه على راسه شلح الكزلوك وبلش يقول يا بورع ولا ماني عارفان شو أساوي آخر سنة آخر سنة تبع الهاي سكول أروح لإير إسرائيل أروح الجامعة أروح أشتغل شو أساوي بورع علام فرجيني افتح لي عيوني فرجيني أنت أكل هم تبعي فرجيني أنت بتحبني لما حط الكزلوك على وشه فاتت السيارة فيهم وخبطتهم هو قاعد بالحمام بالمستشفى بكوني آيلاند عم بيقول على حاله إذا كان هو خلى العوينات النظارات الكزلوك تبعه تحت كان الإزاز كله اللي انكسر فات بعيونه وبرمنا نعمى كل حياته بس قال له يا كارلوس بارخو افتح لي عيوني خليني أشوف أنه أنت معي تعرفوا ربوتاش لأن أنا بعرف أنه القصة حقيقية كان عندي العلامة هون بعد 20 سنة من الإزاز اللي وقع على وشي وشي أنا ايه. طلبت من بوريع علام قال بخو ماني عارفان شو اساوي مبين انه عتمه بحياتي مخربط اروح اشتغل اروح على اسرائيل اروح الجامعه شو اساوي فرجيني افتح لي عيوني خليني اشوف انه انت معي بيقول بوريع علام بدك ياني افتح لك عيونك انا داير بالي على عيونك والعلامه ثانية واحدة حكينا هديك جمعة على انه واحد يقدر ثانية واحدة اذا ثانية واحدة ما كنت حط رجعت الكزلوك تبعك برمنا ما كان عندك عيون اليوم بدك تقول انه بورع علام انه داير بالك باله عليك ذيني انه خي عماخ وشمرتيخة بخول اشير تليخ تذكر انه بورع علام معك بكل خطوة بحياتك يمكن اول احنا مو معه بس هو دائما معنا وعم بيحافظ علينا وعم بيدير باله علينا مشان بيحبنا كتير بيحبنا كتير هذيك من هذيك الجمعة بنتي الصغيرة ما بدها تساوي الوظائف تبعها قلت لها ساوي الوظائف ما بدها ساوي الوظائف بدها قلت لها do it for daddy كرمالي قالت oh for you daddy I'll do it بوري علام بيقول ساوي تورا مزفوت روح الشعورين روح تعلم توراة لا بيقول بوري علام كرمالي تقدر تساويها كرمالي وإذا واحد عنده الوقاحة يقول له لبوري علام لا حتى لما بوري علام بيقول له كرمالي تعلم توراة روح ولو جمعة يوم واحد بجمعة على الشعور تعلم اشتهى لخد بخل يوم افتح المسعد كرمالي كرمالي فرجيني انه انت بتحبني نص برسنت من المحبة اللي أنا بحبك تعرف أنا قديش بحبك وداير بالي عليك للأبد بوري علام داير باله علينا أكثر ما لحنا نتصور بس لازم ربوتاي نفتح عيوننا ونعرف إني أنا أخي عماخ وشمرتيخة بكل أشياء تليخ باروخ أدونا لعلام أمين وأمين. You've just experienced another Torah class brought to you by TorahAnytime.com.